اجي انا الشيخ. All eyes on me like a motorbike. All black flow متبعك متوباك. تبي جو gang gang على full attack. لو attack jack jet lag no tag. خذ album اكفي فيه تبكي فيه تكتفي خلطتي لي في وحي. خذ anthem توقف فيه تنتشي. MP3 تسافر فيه في ترتوي. Yes yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليش هيب هوب، البرنامج الأول والوحيد في المملكة العربية السعودية اللي بيهتم بثقافة وحضارة الهيب هوب. معاكم أخوكم حسان أو you can call me big hass، وأنا إنسان أؤمن بالطاقة الإيجابية. واليوم عندنا رابر جدا رهيب صراحة، رابر يستاهل الدعم، رابر بيشتغل بطريقة جدا قوية، رابر بيشتغل بطريقة جدا بروفيشنال، رابر شغال على نفسه يعني ولا مهتم بأي شيء صراحة صاير في الساحة، غير أنه هو شغال على نفسه، عنده جمهور وعنده فن، وهو من الرابرز القلال جدا اللي بيتكلموا عن مواضيع ما حد ماني شايف أي أحد رابر أو رابر ثاني بيتكلم عليها صراحة في هذا الموضوع. بنتكلم عن The One and Only Black B، الرابر السعودي بلاك بي حيكون معانا، وهذا الشيء جدا جدا رهيب. Big up to him. حندخل في الموضوع على طول وحنقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي الكبيرة لك يا بلاك بي. صراحة أنت من الرابرز اللي أنا أحترمهم وأقدرهم وأقدر كل كلمة بتقدمها لي المجتمع السعودي والمجتمع العربي عامة. تحياتي كبيرة لك. سؤالي الأول حيكون عبارة عن إيش اللي خلاك تحب أنت الهيب هوب أو الراب؟ هل يعني كيف جذبك؟ هل زي ما يقولوا أنت لقيت الهيب هوب، ولا الهيب هوب هو اللي لقاك؟ فهذا صراحة سؤال جدا مهم إنه تعرف عليه أكثر. وهذه أكيد هذه ثاني مرة نستضيفك على أثير ميكس أف أم وبرنامج الهيب هوب. أول استضافة كانت سريعة جدا عشان نتكلم عن الألبوم وحي، ممكن كمان تلاقوها على اليوتيوب، بس جاوبنا على هذا السؤال. وأهلا بيك مرة ثانية بلاك بي على ليش هيب هوب. حبيبي بيج هاس، مرة شكرا لك على المقدمة الرهيبة كالعادة. أنا مرة مبسوط أني موجود في ليش هيب هوب للمرة الثانية معك، أكبر دعم للهيب هوب في آخر 10 سنين وأكثر، يعطيك ألف عافية. بالنسبة لبدايتي في الهيب هوب أو الراب تحديدا، كنت صراحة فريستايلر متواضع جدا على انستغرام، يعني أنا أساسا بنفسي ما كنت أعرف هل أنا كويس أو سيء وقتها. فكلمني واحد من الشباب قال لي اسمع عندي واحد ممكن يساعدك، قلت له تمام. طاني اسمه سكوب، كلمت سكوب أرسلت له فريستايل، تكلمنا أنا وياه شوي بعدين سحب عليه ما عاد صار يرد. بعدها بفترة أرسلت فريستايل ثاني لسكوب، رد عليه تعال نتقابل وكذا. قابلته قال لي اسمع عندي فكرة جروب وعندي شباب تالنتد لازم تقابلهم وكذا. قابلت بعدها اليوم الثاني على طول فريك وروكي بي ورائد، وبعدها بيوم زيادة قابلنا اي جي. فكذا من هنا تكون الجروب، بدينا 2015 كجروب. كنت بغني انجليش بدايتها طبعا، ما كنت بغني عربي. استمريت بالانجليش سنتين تقريبا، يعني على نهاية 2016 أظن سبتمبر غنيت أول أغنية لي بالعربي كامل اسمها ديابلو. فلما غنيت هذه الأغنية ردة الفعل كانت جدا رهيبة، يعني في كثير انشروا من الرابرز اللي هم اليوم أصلا إخواني، صاروا اسكيار، عبدالله تريل للإيزي، إريك من عيال غربية، أقدم لهم أكبر تحية صراحة لأنهم يمكن كانوا سبب رئيسي فني أصلا صرت رابر. لأن وقتها تعرف كتجربة بغني عربي ما أعرف هل أنا كويس ولا سيء كذا، بس هل أنا جالس أخربط؟ فلا من وقتها يعني خلاص استمريت كرابر عربي. يا سيدي صراحة تحياتي لك، ولا أكيد فرياد كانغ I love you guys، واستمروا. شيء جدا جميل أن يكون عندنا في السعودية فرقة مش بس أنه يعني فيها رابر، فيها برودوسرز، فيها جرافيك ديزاينرز، فيها and this is amazing، وهذا شيء جدا جدا صراحة مطلوب. فتحياتي لكل الأسماء اللي أنت أكيد قلتها، وأكيد أتذكر ديابلو، أكيد الفانس حقونك أكيد يتذكروا هذا الشيء. استمر دائما بلاك بي. سؤالي الثاني لك حيكون عن طريقة الكتابة. عندك طريقة كتابة مختلفة جدا عن أي رابر يعني سعودي أو حتى عربي صراحة شفتها. كيف تقدر توصل للإيموشنز أو أحاسيسك بهذه الطريقة ككاتب أو كرابر؟ بالنسبة لستايلي بالكتابة، أنا شخصيا بسميه ستايل السواليف، لأني بحب أسولف،
عندي عشق للغة والأدب جميع الأنواع حقتها، فقدرت أوظف جو الراب اللي بسويه. فلما أنت تكون فعلا جالس وقدامك شخص يكلمك من باب الاحترام، أنك يعني بتحط عينك في عينه أو بتكون مركز معه منصت للكلام اللي بيقوله، فأنا هذا أسلوبي في الأغاني. بحب أتكلم كأنه في شخص قدامي، كأني قاعد أكلمه، يعني أنت بتسمعني كأني أغني لك. وأعتقد أن هذا الشيء اللي يعني مخلي الكتابة عندي نقطة قوة. غير كذا أنا بعتمد على الواقعية دائما، يعني ما أبغى أحكي عن قصة ما مرت فيها، ما مرت علي، ما صارت مع أحد وقال لي إياها. يعني ما أحب أسولف شيء ما عشته، ما أحب هذا الشيء، أحس أني كذاب. يعني لو بحكي عن القضية الفلانية زي ما الأغلب يطلبني، أو القضية الثانية الفلانية، أنا ما عشت الشيء هذا، فما بقدر أدي لك اللي أنت تبغاه، ما بقدر، الشيء مو موجود فيني. فالواقعية جدا شيء مهم في الكتابة، قد ما تكون صريح مع نفسك قد ما الناس تحترمك أكثر، أو إن شعورك يوصل للناس أكثر، فبرضو بيكون في تفاعل من الناس. فالواقعية شيء جدا مهم برضو، وهذا شيء جدا جدا مهم صراحة. في تحياتي لي بلاك بي، مستمرين في لقائنا مع بلاك بي، بس خلينا نروح لأغنية من بلاك بي وويزي من ألبومه الجديد أكيد وحي، وأغنية اسمها غروب، نسمعها وبعدين نرجع نكمل لقائنا على أثير ميكس أف أم لشيب هوب. يلا. العالم كله ما يبيني، هذا العالم كله ما لقيني، إذا جوي إذا كمليني، خلي العالم كله هذا زين، لا تطلع عين أنا عادي، لكن لا تقول لي لوم الناري، وإذا قام حظي وأنا ما أدري، راح أكون نايم أنا صاحي، ما هموني عادي الراحة. جانا معاكم على أثير ميكس أف أم راديو وليش يبهر، معاكم أخوكم بيج هاس، ومكملين لقائنا الرهيب مع الرابر السعودي بلاك بي. تحياتي أكيد الكبيرة لك، ومستمرين معك بلاك بي. سؤالي التالي لك هو عن ألبوم وحي. أكيد كل الفانز اللي بيسمعونا الآن وكل محبي الراب السعودي والعربي عرفوا عن ألبوم وحي، وهذا شيء جدا مهم صراحة. ألبوم جدا رهيب وكلاسيكي في العالم العربي، هذا خلاص دن. السؤال هو أنه هل يمكن في أغنية أو الأغنيتين أنت كنت تتوقع لهم نجاح وصار هذا النجاح؟ والسؤال يمكن بطريقة ثانية، هل في أغاني توقعت لها نجاح أكثر من ما هو عليه الآن؟ بالنسبة للأغنية اللي توقعناها تنجح بكل سهولة كانت إسعاف، لأن كثيرين بيمرون بالأغنية يعني بالموقف اللي مر فيه الشخص اللي جوا الأغنية. وغير هذا أنه لما أنت تمر في هذا الموقف ما عندك أحد تتكلم معه فيه، مستحيل تلقى أحد تتكلم معه في شيء زي كذا، فليش ما يكون الشخص اللي تتكلم معه أغنية، والأغنية تقول لك أن أنت مو لحالك، كلنا سوا، معك وقت. هذه فكرة الأغنية، فتوقعناها تنجح، حطيناها رقم واحد. اللي صدمنا وجاء كذا شيء مفاجئ كانت نهر، لأن سويناها فترة زمنية مرة قصيرة، وكان يعني البروسس حق الأغنية كان جدا سهل، يعني يمكن خلال يوم بالكثير كانت عندنا الأغنية، يعني حد ما أتكلم مع اللحن مع كل شيء، فكانت فجأة هت الألبوم. هذا الشيء مرة صدمنا. الأغنية اللي كنت متوقع لها نجاح أكثر كان مثلا أغنية زي كوزا، لأن كان معي للإيزي وفريك فيها، فريك الإماراتي. كان عندنا برضو إشارة اللي نتكلم أنا وإمتي ناين وويزي بمنظور الإشارة، توقعت الناس تفهم الفكرة، بس لين يومك هذا ما حد فاهم السالفة. ويا والله يا سيدي، شوف الأغنيتين دول جدا رهيبين صراحة، وأنا يعني أحث كل اللي بيسمعنا الآن على أثير ميكس أف أم أكيد يسمعهم. حنشغل نحن أغنية إشارة إن شاء الله بعد هذا السؤال. ولكن بلاك بي، إيش أنت التطور اللي شفته بنفسك أنت من لما بدأت راب لغاية الآن؟ وهذا السؤال أنا أحب دائما أسأله، لأنه يعني جدا مهم واحد يعرف سيلف ريفلكشن. إيش التطور اللي بلاك بي أنت شخصيا تشوفه؟ طيب، أول شيء أنا من الرابرز اللي لما ينزل تراك ما يرجع يسمع له، لأن أصلا أكون متشبع منه وقت الإنتاج وكذا، ونعدل ونصلح ونشيل ونحط، فأكون مرة متشبع منه. لما أوريدي ينزل التراك أكون عارف أنا إيش بطور فيه، إيش بسوي شيء ثاني بعده، لأني غالبا بشتغل على الجديد بعد ما نزل تراك على طول، يعني ما باخذ بريك.
ف تراكات زي مثلا الالبوم الاول راح بارت 1 مره ما اسمع له كواليس لفتره طويله ما سمعته, ما سمعت اي تراك منه. وحي نفس السالفة بسمع له يعني بين الحين والآخر, بس بحب بعض التراكات, بس بعض التراكات بحس انه والله شوف كان ممكن هنا يكون هذا كذا وهذا كذا, معناته كان ممكن يتحسن. الالبوم اللي جاي ان شاء الله مجرة اللي هو البوم الجمهور, الجمهور كامل بيسوي الالبوم, اعتقد ان هذه الفكرة اول مرة تصير, يعني هم بيختارون كل شيء في الالبوم بعدين حنا بنسويه هدية للجمهور. هذا الألبوم بيكون أفضل من اللي قبل واللي قبل وهكذا, لأني أنا بتطور, طالما أني بتطور بيكون الشيء اللي بقدم أحسن. لكن في حال أني بشوف كل أعمالي اللي قبل أسطورية والنواو وأن ما حد يقدر يتفوق على هذا التراك, بجلس في نفس محلي ما بطور نفسي, بفقد الحافز, الرغبة أني أنتج تراك جديد, أشياء كثير بخسرها. وعلى هذا الحال ولين يومك هذا وإحنا بنحاول نسوي أشياء جديدة, بتحدى نفسي يعني دائما في مجال للتطور, دائما وابدا في مجال للتطور. وهذا الشيء صراحه اللي انا احترمه فيك والكثير من الناس بيحترموا هذا الشيء فيك. You're amazing man. خلينا ناخذ بريك جدا صغير مع اغنيه اشاره لك انت, بلاك بي فيتشرينج ال 9 ووزي, وشاوت اوت تو راه مان, ليتس جو, كيپ ات لوكد لشيب هوب ميكس اف ام راديو. اشاره, ليتس جو. شفت الظالم والمظلوم ومهتم, شفت العاقل والمجنون بينهم دم, شفت الفقر كيف يكون علامة دم, واقف تحتي عد فلوس وصلت كم, شفت الظهر مين اللي تحت التكييف, بيشوف الضعيف يبيع رغيف عشان رغيف, واذا انتصف ليلة واستشعر نسمة خريف, يدخل جوا بيته مو يتمدد الرصيف. شفت الام كيف تحسب باقي عمرها, كيف بيكبر ابنها هل لو كبر ببرها. رجعنا معاكم أعزائي المستمعين في برنامج ليش هيب هوب على أثير ميكس اف ام راديو, ومعاكم أخوكم بيج هاس, ومكملين ومستمرين مع لقائنا مع بلاك بي. وهذا السؤال صراحة أنا مهتم جدا بإجابة بلاك بي. بلاك بي أنت أكيد إنسان متابع حركة الراب السعودي, الراب العربي, الراب العالمي, وأنا كمان كحسان بوثق هذه الحركة من 2006 ولغاية الآن من خلال ليش هيب هوب من 2011 ولغاية الآن. سؤالي لك, لمتى نحن كمجتمع سعودي يعني حنكون دائما نطالب بالدفاع عن الهيب هوب وإنه هو مش حركات أيادي ولا كلام بذيء؟ يعني لمتى, كيف ممكن نسوي زي إيكو سيستم؟ أنا ما بتكلم عن الدعم اللي أوها أصلاً مش موجود أو يمكن مش موجود بطريقة جداً قوية, ولا بتكلم عن يمكن الثقافة, أنا بتكلم عن إيكو سيستم. أو ليش نحن دائماً كرابرز مضطرين دائماً نشوف نفسنا مندافع على حركة الهيب هوب هذه, هذه الحركة اللي هي تدرس في أمريكا, حركة بدأ بأوائل السبعينات كصوت للناس اللي ما عندها صوت, كأداة للتعبير عن النفس. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ السؤال هذا جدا عظيم. أول شيء أنا بتكلم عن الساحة السعودية, لأن في ساحات عربية قاعدة تقدم شيء جدا رهيب, مجتمعاتهم تتقبلهم أكثر مننا. الساحة السعودية أول شيء عندنا بعض الرابرز عندهم ثقافة الأنا, أنا الأقوى, أنا الأفضل, أنا لو بنجح بنجح لحالي, لو بطلع بطلع لحالي, وغيرها كثير زي كذا. هذه مشكلة جدا كبيرة, يعني ما تمنع التعاونات, تمنع الدعم, تمنع أشياء كثير, وهذا شيء مشكلة أشوفها جذرية. يعني هذه لو تعالجت, أنت كذا عالجت الراب السعودي 50%, مع أني ما أظن تتعالج, بس ممكن, كل شيء ممكن. الشيء الثاني عندنا ضعف كبير في المحتوى وتقديمه, يعني المحتوى اللي يتقدم دائما يتقدم لنفس الفئة, فئة كوميونيتي الراب. الرابر بيتعب وبينزل تراك عشان هذه الفئة, ما أدري ليش الرابرز ما يبغون يستهدفون الفئات اللي برا, برا السيفتي زون هذه ما حد يبغى يطلع, مو ما حد, يعني نقول 99% من الرابرز الأغلبية جوا الدائرة هذه, متى يفكرون برا صندوق, متى نطلع, متى نسوي تراكات, يعني ما أبغى أقول كوميرشل بزيادة, بس تراكات يعني عندي زي نهر مثلا, نهر مو تراك كوميرشل, مع ذلك أغلب مستمعين هذا التراك ما لهم دخل في كوميونيتي الراب, رغم أن التراك ما كان شيء كوميرشل أو شيء هايب أو شيء يعني بس نسوي شيء كاتشي وكذا, لا, كان تراك حلو الناس حبته. فهذا يعني ان الناس مو بس تحب الاشياء الكوميرشال, بتحب الاشياء, سوي ميوزك كويس الناس بتسمع, الناس كل واحد عنده تيست في الميوزك, لا تقدم شيء
يعني تتكلم عن نفسك ونبارك قوي وفلوك قوي 10 تراكات ورا بعض تقدمهم لنفس الشخص اللي دائما يسمع لك. هاي مشكلة جدا كبيرة عندنا، وأظن هذه المشكلتين لو تعالجت كل شيء راح يكون أسهل في الراب. صراحة أنت من اللي من كذا الرابرز القلال جدا اللي جاوبوا زي كذا، وأنا صراحة أحترم هذا الشيء. وصحيح يعني لازم نطلع برا هذه السيركل، ولازم يكون برا السيفتي زون. يا سيدي سؤال، وأبغاك تكون صريح كعادتك أنت بلاك بي، لو جاك أوفر أنك تترك السعودية الآن وتروح على يعني أمريكا أو بريطانيا عشان تشتغل على ألبوم أو تشتغل على يعني أغنية، ولا يعني تشتغل برا، هل تأخذ هذا الأوفر؟ بس لازم تحدد الآن. هذا الشيء أنا صراحة ممكن أسويه، بس يعني أول شيء يكون معي أي جي البرودوسر، أي جي لازم معي في السالفة هذه. غير هذا الشيء إن هناك يعني كتصوير وكإمكانيات وكموارد موجودة أكثر بكثير من هنا، رغم أني بظل بستهدف نفس الجمهور اللي هو الجمهور السعودي أو الجمهور العربي، يعني ما بيتغير شيء، بيتغير يمكن من ناحيتي، أما للناس ما بيتغير معهم شيء. اللهم بيشوفون مثلا ميوزك فيديوز خرافية، لوكيشنز رهيبة في التصوير، كواليتي أعلى في التسجيل، أشياء زي كذا يعني بتكون للمستمع، ما بيشوف يعني أني أنا تغيرت عليه أو شيء. بس عادي ممكن أترك السعودية إذا بلقى فرصة في مكان ثاني أكيد. يعني السعودية أنت تعرف أنه ما في عندنا شركات تسجيل كبرى تهتم بالرابرز، ما عندنا. فلو حصلت هذا الشيء برا أعتقد حقي الشرعي والطبيعي أني أقبل عرض زي كذا. يا سيدي بالتوفيق no matter what you do. وصحيح يعني هو قلة شركات الإنتاج المهتمين في الراب، واللي يمكن يقدر يدعم الراب، يعني في زي ما تقول أشياء يعني فردية، ولا في بعض البوش وبعض السبورت وبعض الدعم الموجود. وأنا وجه تحية لكل الناس اللي صراحة داعمين، هم عارفين نفسهم، وتحياتي كبيرة لهم. خلينا ناخد بريك جدا صغير ونرجع نكمل مقابلتنا مع بلاك بي وليش هيب هوب ميكس اف ام راديو. ليش هيب هوب ميكس اف ام راديو، ومعاكم بيج هاس، ومستمرين أعزائي المستمعين مع مقابلتنا مع بلاك بي، أكيد على هاشتاج ليش هيب هوب، وهيت اس اب على ميكس اف ام راديو. بلاك بي، كيف انت تتقبل الريجكشن، او كيف تتقبل الانتقادات، خاصه لو احنا في عصر الاونلاين؟ يعني انت تحط اغنيه على اليوتيوب ولا تحط مقطع منها على الانستغرام، يجيك شخص مثلا يقول لك الاغنيه مش كويسه ويمكن ما سمعها او whatever. كيف يتقبل بلاك بي الريجكشن او الانتقاد؟ شوف انا دائما وابدا بتقبل الانتقادات والاراء، دائما بتقبلها بصدر رحب وعادي، بتناقش احيانا مع الناس، ودائما يعني كثير بيعرفوني بتناقش في الدايركت، بتناقش في الكومنتس، اللي بيقول لي راي خطا بحاول اوريه يعني ليش قلت كذا، اثبت لي اذا كان الكلام صحيح معناته هو فعلا عنده وجهه نظر صحيحه لازم احترمها واشتغل عليها. احيانا في ناس تحب تفتي، عندنا نقول في السعوديه يعني بيسولف مو ذوي الخبره في الموسيقى، ما عنده اذن موسيقيه، شخص يعني يكون بس مستمع عادي جدا متواضع. يعني في مستمعين عندهم خبره، بس في مستمعين فاهم اللي بمر على الراب كذا عادي ويرمي اي كومنت يبغى يحبطك ويمشي، بس لما تقول له ليش قلت كذا ما يعرف ليش قال كذا. هذول الاشخاص موجودين بكثره، واعتقد كل رابر عنده ذا الاشخاص، الشخص اللي دائما يجي يعطيك ديسلايك والف لايك عندك، بس يجي واحد يعطيك ديسلايك، هذا ذوقه، ما يعني ان التراك سيء بس هذا ذوقه الشخصي. فشخص زي هذا لو يجيني يقول لي والله التراك ما عجبني، اقول له خلاص ان شاء الله التراك الجاي يعجبك، ما يعني ان التراك سيء هذا، بس هو مو ذوقه كذا. والله صراحه جواب دبلوماسي من بلاك بي. لا بمزح صراحه، صحيح يعني هذا شيء كمان تحترم عليه. بلاك بي، انت سويت العديد من الكولابوريشنز والتعاونات مع رابرز صراحه في المنطقه، وهذا شيء كمان تحترم عليه، بيج اب تو يو اون ذات، لانه انا اعتقد الكولابوريشن از ذا واي تو جو، وهي طريقه جدا مهمه صراحه لوصول الراب العربي لمنطقه جدا قويه. I'm gonna put you on the spot وأسألك، مين أهم أو أحسن collaboration أنت كبلاك بي انبسط فيه شخصيا؟ شوف أنا مهما بجاوب على السؤال هذا بظلم تراكات كثير، اشتغلت مع رابرز كثير مميزين عندهم تراكات جدا رائعة، فعشان كذا باختصر بس باخذ من وحي عشان أسهل عشان ما أظلم أحد بعد. فعندك ياكوزا مع فريك من الإمارات ولليزي، يعني أسماء جدا ضخمة في النيو سكول في المنطقة، تشوفهم كلهم في تراك واحد يعني شيء حلم. ف
كان تراك مرة رهيب. عندي كابيتال مع عبد الله تريل من الكويت وأدم اليوم من الإمارات، برضو اسمين خرافية في النيو سكول، فلما تجمعهم في تراك مليان ليركس مليان ديليفري مليان فلوز، تراك جدا رهيب كابيتال. وفي تراك إشارة، أي تراك مع امتي ناين ويزي لازم يكون في الليست هذا، لأن صراحة الثلاثة احنا ثلاثة بيننا كيمستري رهيب لدرجة اليوم ما في تراك بكرة تصحى في تراك جديد عادي بكل بساطة لذا الدرجة. فيا هذه ثلاث تراكات أحسها يعني مرة مميزة. يا سيدي دائما بالتوفيق، مستمتع صراحة باللقاء معك بلاك بي، الرابر السعودي بلاك بي على أثير ميكس اف ام وليش هيب هوب. سؤال الآن، الكثير من الناس اللي يسمعون الآن وخاصة جمهورك الرهيب اللي أدي له أكبر تحية عبر أكيد منصة ليش هيب هوب وميكس اف ام، سؤال عن الألبوم الجديد المجرة اللي حينزل إن شاء الله هذه السنة، تحياتي لك. أول شيء، إيش الاختلاف بين ألبوم وحي ومجرة من ناحية المواضيع؟ كيف جاء اسم مجرة؟ وما شاء الله عليك يعني ما في وقت، يعني بوقت جدا صغير قدرت كمان تشتغل على ألبوم، وبخلال هذه المقابلة أنت قلت هذا الشيء إنه ما تحب أنت تسمع أغانيك القديمة، بتحب تشتغل على طول، وهذا الشيء صراحة أحييك عليه جدا. فكلمنا شوي أكثر عن ألبوم مجرة لبلاك بي. أول شيء مجرة يعني فكرة ألبوم جت أنه ليش ما أسوي ألبوم للجمهور، هم يختارون الكفر، هم يختارون الاسم، هم يختارون كل شيء. فبدينا فيها من أول السنة، قبل كم يوم للوزي سوى نفس الفكرة، فشيء كويس أن إحنا كعرب نكون سباقين في أشياء زي كذا. وغير كذا أن الفكرة أول مرة تتنفذ أعتقد، فكانت فكرة مرة مغرية، ليش الجمهور ما يختار صورة الألبوم، اسم الألبوم، الرابرز اللي موجودين فيه، وبعدين ممكن تجي أشياء ثانية يكون عليها تصويت. فهذه فكرة مجرة، أن ألبوم هدية للجمهور اللي كانوا معنا من اليوم الأول، الريل فانز، الفضائيين بنسميهم، يختارون كل شيء يبغونه بأنفسهم. ما أعتقد في رابرز بيدلعون جمهورهم ذا الدرجة، بس فعلا هم يستاهلون. يعني عندنا شح في الإنتاج في الساحة السعودية، فأعتقد أن ضخ ألبومات زي كذا ممكن يساعد، هذا سبب مرة كبير. غير هذا، الفرق بين مجرة وحي فرق جدا كبير، لأن احنا نعتبر مجرة ألبوم للجمهور، مو أفكارنا، مو على إنتاجنا، مو أشياء زي كذا. يعني نبغى نسوي شيء للجمهور، حتى في تعاونات مع برودوسرز غير أي جي في الألبوم، طبعا تحت إشراف أي جي. بس اللي أقدر أقوله ويكون شيء حصري هنا، أن ألبوم مجرة بيكون ألبوم بريك بين ألبومين، يعني اللي بيكمل سلسلة كواليس ثم وحي مو مجرة، بيكون في ألبوم رابع للسنة آخر السنة هو اللي بيكمل السلسلة، أما ألبوم مجرة بيكون ألبوم يعني على ذوق الجمهور. واو، خبر جدا رهيب صراحة من بلاك بي، congratulations for that, that's amazing. خبر حصري لبرنامج ليش هيب هوب وميكس اف ام. هناخد بريك مع أغنية إسعاف لبلاك بي، من أهم الأغاني صراحة، وشكرا لبلاك بي لأنه خصنا بهذا الخبر الجدا رهيب. can't wait for مجرة و can't wait for that album. إسعاف لبلاك بي على أثير ميكس اف ام راديو، let's go. لما أسمع صوت الأذان أقنع نفسي ما أسمعها، أعرف أني جبان في مرطبان، أبيع الكذب كطمئنان، وأكون مرائي أكثر بطرأ من ورا حسان. إذا yes yes ladies and gentlemen, mic check 1 2, Big Hass معاكم على أثير ميكس اف ام، مكملين لقاءنا مع بلاك بي، لقاء صراحة تاريخي so far. Big up بلاك بي، يعد من أهم الرابر صراحة في الساحة العربية، ليس فقط في الساحة السعودية، دائما أتمنى له أكبر أكبر التوفيق. بلاك بي، مين الرابرز اللي تسمعهم في أمريكا؟ وهل يعني حنشوف بلاك بي على لحن بوم باب، you know that old school vibe، هل ممكن بلاك بي يسوي هذا الشيء؟
بالنسبة للرابرز اللي أسمعهم في أمريكا، أنا بسمع رابرز كثير، بسمع أغاني كثير، يعني بحب أحياناً أغاني، بكره الرابرز نفسهم بس بحب الأغنية. يعني ما أبغى أظلم عمله عشان والله أنا ما عجبني الرابر، لا، إذا الأغنية حلوة بسمعها. بس التوب فايف يعني عندي اللي دائماً بسمع لهم، كندريك بسمع بشكل جنوني، دريك بعتبره الجوت في الفترة ذي، هذا رأيي طبعاً، لأنه بيسوي كل الستايلات، كل الأنواع، بيغطي أي فئة بيقدر فيها، بينجح فيها برضه، وهذه ميزة مستحيل تلقاها في رابر واحد، صعب جدا تلقى رابر يسيطر على كم جنرال حالة، شيء إعجازي. جاي كول بحب ستايلاته، بحب أغانيه، بحب الألبومات حقته. ترافيس سكوت ماستر جينيوس، بحب أغاني صراحة تطلعني دايما من المود، لما بكون في مود كذا سيء تسحبني من المود هذا. وفي كثير والله أسماء صراحة، بس ذولي عندي يعني لو بسوي بلاي ليست في 100 أغنية فق تماما هذولي اللي بيكونون في الليست. ونقطة البوم باب أكيد أكيد ممكن أسوي أي شيء، يعني أنا بحاول أني بغطي قد ما أقدر جنرز في الهيب هوب لحد ما تخلص. يعني احنا جالسين نمشي مغطين اكثر ما ادري كم جنرا، يعني كثير 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 كثير، صعب احصرها في اجابه واحده، بس انه يعني الهدف دائما ان نغني وننوع ونجرب اشياء جديده. ما زال عندنا بحر كبير ما مرينا فيه، ما جربنا اشياء فيه. البوم باب اكيد احد الاشياء اللي يوما ما تسمعني اغنيها. مان او مان، انا personally صراحه I can't wait for that day. ويعني دحين الهمتني، I'm gonna hit you up later ان شاء الله، ابغى اشتغل معاك على مشروع. بلاك بي على بوم باب، مان او مان، that's amazing. يا سيدي مستمرين باللقاء معاك على اثير ميكس اف ام راديو. بلاك بي، ايش اصعب شيء انت تخطيته في حياتك؟ شوف، الشيء اللي دائما يعني بعاني منه ودائما بحارب فيه اللي هو كيف أحول الراب لمصدر رزق، مصدر دخل لي. هذا الشيء لين اليوم وأنا بعاني منه، بحاربه، بيهزمني كثير، بهزمه أحيانا. يعني صعب إنك ترمي مستقبلك كله على الراب، فهمت يعني؟ فعشان كذا دائما بشتغل، دائما بتعب. تسألني ليش وحي بعد ما نزل 4 أشهر 5 أشهر بنزل مجرة، وغير كذا التصريح اللي قلت اني ممكن انزل البوم ثاني ذا السنة غير مجرة، ليه؟ وهذا السبب، لهذا السبب، لحد ما اتعدى ذي المرحلة واشوفها وراي واضحك عليها بكون مجتهد قد ما اقدر، عشان لما اوقف اكون ما اقول يعني ليتني جربت ذا الشيء، ليش استسلمت بدري، ليش ما حاولت اسوي كذا، ليش. بخلص كل شيء علي ان شاء الله، وان شاء الله يكون في نتيجة في الاخير إن شاء الله. يا سيدي والله صراحة دائما أتمنى لك التوفيق، وأجوبتك في هذا اللقاء صراحة وطريقة حتى تفكيرك يعني أحترمك زيادة الآن صراحة، فبيج أب تو يو ماي براذر. يا سيدي سؤال كذا على السريع، يعني سؤال افتراضي، لو في عندك فرصة أنك تتعاون مع أي رابر في العالم، it doesn't matter who، يعني إن ترافيس سكوت ولا whoever، كيندريك لامار، مين من كان، مين هو هذا الرابر وليش؟ لا لا لا، صراحة السؤال هذا يعني حرام، حطيتني في موقف حرج جدا، بس ممكن يكون دريك. أول شيء دريك هيت ميكر، ثاني شيء دريك زي الليزرد بيسوي أي ستايل، فممكن يكون معاه شيء أسطوري. هذا لو لأن بحس، مدري، أحس أني أقدر كذا، أحس أني فايبنج، لأن دايما بسمع له، دايما بسمع الحانة، بسمع أغاني، بحب ستايلاته، فأحس أنه سهل أشتغل معه. يعني أنا دائما بشوف أنه ما في فرق بين الرابر العربي والأجنبي عدا اللغة والرقم اللي عنده. يعني لو عندنا رابر عربي يوصل مثلا أغاني توصل 200 مليون، وعندنا رابر أجنبي أغاني توصل نقول 2 مليون ولا 1 مليون، الأجنبي بيقول أنا أبغى أشتغل مع الرابر العربي، ما في فرق، فهم؟ بس الناس تحسب أنه العرب بس استحقار كذا، جلد الذات، ولا كل شيء ممكن. يعني مستقبلا ممكن تسمعني اغني مع دريك عادي، ليش لا؟ واو، سمعتوها هنا في ليش هيب هوب في ميكس اف ام يوم 14 مارس 2020، بلاك بي ودريك. يو نيفر نو، ذس از اميزنج صراحه. واجابتك صراحه بلاك بي اجابه جدا منطقيه، وانا ذس از اميزنج. يو نيفر نو، ليتس يعني ثرو ات اوت ذير،
إذا بتسمعونا الآن على أثير ميكس أف أم أرهم يعني سووا له تويت تغريدة شيء نبغى بلاك بي and Drake. You never know man. Let's take a break and we're gonna be right back. أعزائي المستمعين مكملين معاكم برنامج ليش هيب هوب ميكس أف أم راديو وبلاك بي. Let's go. ليش هيب هوب وميكس أف أم راديو بهذا اليوم الاستثنائي صراحة ومقابلة جدا رهيبة مع الرابر السعودي بلاك بي. معاكم أخوكم بيج هاس. Hit me up always على ميكس أف أم راديو وهاشتاج ليش هيب هوب. مستمرين في لقائنا مع الرابر بلاك بي. بلاك بي أكيد لازم أسألك عن مواقع اللي هي يعني البرامج حق اللي تطلع اليوتيوب برامج الراب العربي والسعودي واللي بتتكلم عن الراب وأخبار الراب. هي مهمة ولكن أحس أنا أحيانا بعضها مش الكل ما يعني في تحيز كبير وما ما أعرف أنت إيش رأيك فيها لأنه ليها دور ولكن ما أعرف أنت إيش رأيك فيها كبلاك بي وهل بتتابعها؟ قنوات الراب اللي عندنا ما بشوفها كثير صراحة لأن زي ما قلت أنت في بعضها عندها تحيز للرابر معين بعضهم بيقيم على ذوقه الشخصي بعضهم يعني هوات في الآخر هم هوات يعني ما في شيء بروفيشنال ما في قناة رسمية تغطي أخبار بشكل رسمي ما عندنا في قنوات بتسبب مشاكل أحيانا بين الرابرز بسبب أنه يقص مثلا جزء من هذا البث ولا جزء من هذه السناب ولا فاهم فبتصير مشكلة في قناة بس أبغى صراحة يعني لازم أذكرها اللي هي جذور الراب. جذور الراب يعني حتى حسابه في الانستغرام بتكلم عنه. جذور الراب هذا انسان قاعد يخدم مجتمع الراب بشكل كامل قاعد سوى منصة بينزل فيها اغاني للرابرز الجدد من باب الدعم والقناة فيها سبسكرايبرز كثير فشي جدا رهيب اللي يسويه. بينزل احيانا بوست يتكلم عن ثقافة الهيب هوب بيتكلم عن رابر معين بيتكلم عن تكنيك معين في الراب بيفسر لاينات رابرز مو بس دسات بيجيب عنده أظن غرفة التشخيص اسمها فقرة بيجيب رابر بيتكلم عن أساليب عن فلحد ما يكون عندنا قنوات بهذا الشكل وتشتغل بشكل محايد بدون تحيز أعتقد الناس تبدأ تتابع وحتى الناس الطبيعيين بيتابعون مو بس كوميونتي الراب فهذا رأيي في قنوات الراب. Shout out to Rap Roots أكيد من القنوات اللي أنا كمان أتابعها وشكرا لك صراحة بلاك بي لأنه سلط الضوء على راب روتس وبيج أب تو إيفريبادي صراحة بس النقطة اللي أنت قلتها كمان مهمة جدا وأنا what I love about راب روتس إنه كمان بيتكلموا زي ما قلت عن ثقافة الهيب هوب وبيترجم بيقول أشياء جدا رهيبة صراحة فبيج أب. يا سيدي الإعلام العربي أنا موجود في الإعلام العربي في ميكس أف أم ولكن أعرف إنه بعض أخواني وأخواتي في الإعلام دائما عندهم صورة نمطية يمكن شوية خاطئة عن الهيب هوب وهذا اللي بحاول دائما أسويه أنا في برنامج ليش هيب هوب إنه دائما حركات أيادي وكلام كذا. هل سؤالي لك هل تعتقد أنت إنه يعني إذا الإعلام العربي التجاري قدر إنه يغير هذه الصورة النمطية وقدر شوية يعني يفهم الموضوع هل هيكون في نقلة قوية للراب العربي؟ مشكلة الصورة النمطية هي إنها ما تنبني في يوم وليلة يعني عشان تسوي صورة نمطية تجلس تبني كم سنة على نفس هذا الشيء فالناس بتكون عنك الشيء هذا فهذا الرأي هو الصورة النمطية. احنا جلسنا كم سنة بنقدم الشيء اللي يشوفونه الناس بيشوفون السلاسل بيشوفون في رابرز كثير قبل كانوا بيسوون الشيء هذا لما بيصور بيسوي كذا وكان ولازم تكون جانكستراب وهذا تأثير الجانكستراب الغربي وقتها على الساحة حقتنا كذا صار هذا الانتاج. فمؤخرا تغيرت أشياء كثير يعني الرابرز ستايلاتهم ملابسهم في الفيديو حركاتهم في رابرز لسه يعني بس في رابرز كثير في تطور رهيب يعني ما نبغى نظلمهم فلحد ما نكثر من هذه الأعمال لحد ما تطلع هذه الأعمال أكثر للناس ويشوفونها راح تتغير الصورة النمطية. أما في الوقت الحالي طبيعي جدا أنه يجيك أي شخص ويقول والله الراب سلاسل والراب حركات ويا ويا وكذا في كثير كذا. الكوميرشل مشكلته واحدة كوميرشل مشكلته أنهم بيشوفون الناس للحين بصورة نمطية الرابرز لما بيجيبون الرابر يبغون يغني اسمع هذه الليركس أنا هذه المشكلة دائما أواجهها أمسك هذه الليركس نبغاك تغنيها هذه الكلمات لازم تغنيها أنا أبغى أعدل أبغى أغير أبغى أغني بستايلي ما أدري جايبيني كمؤدي يعني مو رابر أنت تعال أدي هذه اللاينات وامشي. فهذه مشكلة الكوميرشل أغلب الكوميرشل لحد ما تجي زي ما قلت لك شركة
شركة إنتاج تكون ضخمة وتعتني بالرابرز وتتبناهم وتنتج لهم أعمالهم وتصورهم وتكلم عن شركة بمعدات بموظفين، شركة خاص ليبل يكون عندنا للميوزك، ما بيتغير شيء، بيصير الموضوع زي ما هو. الرابرز الأندرغراوند راح يبقون أندرغراوند، والرابر الكوميرشل رابرز الكوميرشل راح يصيرون كوميرشل بس بطريقة هم ما يبغونها. نادرا ما تلقى واحد يسوي شيء كوميرشل هو حابه. بصراحة نرجع نقول إن الراب R.A.P stands for rhythm and poetry، شعر وإيقاع. حناخد بريك جدا صغير مع أغنية الآن، أغنية جدا مهمة، وبعدين نكمل في آخر فقرة مع بلاك بي، أغنية من السودان لسيلو سيمبا وماز مارز، أغنية اسمها ما مهم، وخلال يمكن 3 أو 4 أسابيع طرحت هذه الأغنية 1 مليون فيوز على اليوتيوب والكثير من الكومنتس، وتدل أنه لا، إذا كان في أغنية كوميرشل، أغنية جدا حلوة ويعني independent، ممكن توصل using this afro fusion vibe من السودان. علوا صوت الموسيقى لأنه this is amazing. حنرجع نكمل آخر فقرة مع بلاك بي على أثير ميكس اف ام. ما مهم من السودان، اسمع. أنا عايزك تبعدي وتختفي، حياتي دونك أحلى، ما دايرك لي تاني، تجي ما تجي انت لي ما بتنتمي، بكرة تبكي وتندمي، نديك الكام في دمي أسمي انه حيرمي، انت لي ما بتنتمي، بكرة تبكي وتندمي، نديك الكام في دمي أسمي. قلبي ده قفل بالطب، لو المفتاح والمفتاح. Yes, yes. Mic check. 1-2. Big House Mix FM. ليش هيب هوب؟ مستمرين في برنامج ليش هيب هوب لهذا الأسبوع، وحلقة جدا رهيبة مع الرابر بلاك بي في آخر فقرة. بلاك بي، شكرا أكيد لوقتك مرة ثانية. وسؤالي لك، هل ممكن إنه الرابر يقدر يعيش من الراب في السعودية؟ أكيد تقدر تعيش من الراب إذا أنت ما تسب، إذا أنت رابر ما بتسب، ما عندك ألفاظ مخلة، بتحترم ان في فئات مختلفة من الناس بتسمع لك، اهلك بيسمعوا لك، اخوانك الصغار بيسمعوا لك، اصحاب اخوانك الصغار بيسمعوا لك، ما بتسب، بتقدم اغاني حلوة حتى لو هم ما بيفهمونها، اغاني مو مخلة ولا هي يعني اغاني مقدمة للاطفال، بس اغاني حلوة عادي يعني، اذا ما بيسمعها الصغير ما بيسمعها، والكبير ممكن تعجبه، كبار السن ممكن تعجبهم، مو بس فئة الشباب والمراهقين. تلقى فرص قليلة بس راح تلقى. قبل فترة جانا يانغ ثوغ الرياض، غنى في الرياض، أخذ 1.5 مليون دولار اللي هي تقريبا 4 مليون ريال سعودي على عرض مدة 45 دقيقة. 4 مليون هذه كان ممكن 2 مليون تبقى مع يعني مع هيئة الترفيه عندنا، و2 مليون كان ممكن يجيبون فيها أفضل 20 رابر في المملكة العربية السعودية ويسوون لهم فيستيفال يومين بهذا السعر، لأنه مستحيل الرابرز مهما بتجمع أكبر 20 رابر عندك أغانيهم بتناسب الكل، نقول تجمعهم في حفل لمدة يومين زي مثلا كوتشيلا، زي الفيستز الكبيرة اللي زي كذا، راح تسوي شيء مرة رهيب بسعر، ووفرت 50% من المبلغ، وغير كذا الناس اللي جاية أصلا يعني حتى اللي ما بيعرف راب بيجي بيشوف الراب، بيتعلم الراب، بيحب الراب، ف لحد ما نوصل ذي المرحلة ما بيتغير شيء عندنا أبدا، ما بيتغير ولا شيء، بس هذه المرحلة إذا وصلناها وصار في دعم حكومي للراب، راح الراب راح يكون يعني يقدر يقارع ساحات زي المغربية زي التونسية وزي كذا، لأنه اللي صاير عندهم عندهم دعم رهيب هناك، سواء حكومي أو إعلامي، عندنا هنا ما في أحد ينصفك إلا القلة يعني. صراحة نشوف، أمد صوتي لصوتك وأقول لك أنه يعني في أشياء جدا كبيرة بتتحضر إن شاء الله، وإن شاء الله هذا التطور اللي بيصير عندنا في مملكتنا الحبيبة إن شاء الله أكيد حيأثر وحيدخل على عالم الراب والهيب هوب. ولكن يعني أنت اللي قلته صحيح، يعني في المغرب في عندك وتونس في عندك مهرجان موازين اللي هو جدا جدا كبير وأكبر مهرجان في العالم العربي، الهيب هوب دائما هناك موجود. أعتقد الشيء اللي أنت قلته جدا مهم صراحة، وأنا كمان حابب أقول شيء هنا، إنه نحن منجيب الرابرز اللي برا، ودائما أحب لما يكون في رابرز يعني عرب أو سعوديين يعني يقدموا قبل هذا الرابر
to open for you. هذا شيء جدا مهم. ولكن إن شاء الله خير، إن شاء الله مع الأعمال الجميلة والهادفة اللي بتصير نبغى أكثر، نبغى الراب يصير شوية تجاريا أكثر وملموس بطريقة شوية كمان أكبر. يا سيدي وصلنا لنهاية تقريبا لقائنا معاك، ولكن سؤال على السريع، إيش بيسوي سؤال ما له علاقة في الهيب هوب يعني، ولكن إيش بيسوي بلاك بي في وقت فراغه غير أكيد يعني dropping amazing incredible singles و albums أو playing PS، إيش بتسوي بوقت فراغ؟ شوف أنا في الراب بيسموني geek في الراب، يعني في وقت فراغي بكون مثلا بسمع بيتس، بكتب على بيتس مختلفة من اليوتيوب، وبعدين بمشي كذا بس بكتب، بدور أفكار، بحب أتابع أحيانا مسلسلات، بحب أتابع أفلام، جيمينج بشكل رهيب، يعني ما عندي صراحة أشياء كثيرة أسويها، بس غالبا يعني لما ألقى ساعة واحدة بس يعني من الفراغ بسوي شيء من هذه الأشياء، يما بكتب يما بدور لحن، أحيانا بتصل على إيدي نفكر نسوي أغنية مع بعض وكذا، يعني ما عندي شيء صراحة معين، بس طبيعي زي أي إنسان طبيعي يعني. طبيعي بس فضائي ما شاء الله عليك. بالله وصل سلامي لكل الرياض جانج أكيد يسمعونا هم على أثير ميكس أف أم. Big up to you. وصلنا لنهاية لقائنا معاك. Big up much respect أكيد لبلاك بي، من أهم الرابر صراحة في الساحة العربية. سؤالي الأخير قبل ما نقول لك Big up وسلوت، هل أنت ممكن تتعاون مع مؤدية سعودية أو عربية، يعني مؤدية راب؟ وهذا الشيء صراحة من هذا المنبر حابب أقول أنه أتمنى أشوف أكثر نساء عربي أدوا، وهذا شيء جدا صراحة مهم. هل ممكن يصير هذا التعاون مع أي مؤدية راب عربي؟ الصراحة أنا بشتغل مع أي شخص تالنتد، ما بيهمني إيش جنسه، ما يهمني إيش الرقم اللي عنده، ما يهمني إيش قدم، طالما هو تالنتد وعجبني بشتغل معه على طول. وغير كذا يعني أي أحد بيكلمني على فيتشر برضو بسمع له، بشوف إذا جوي يناسبني بغني معه، ما بهتم أبدا إيش قاعد يعني عن أفكار عن شيء، أهم شيء الميوزك، الميوزك بس بهمني الميوزك. فإن شاء الله في أعمال مع في من السعوديات إن شاء الله، لسه كل الأشياء ذي قيد السرية، بس إن شاء الله في ذا السنة متأكد في 100%. وغير هذا يعني أنا ما عندي شيء أقول للجمهور غير شكرا لكم، انتظروا مجرة ألبومكم إن شاء الله يكون على قد توقعاتكم وما بيتأخر. وغير هذا بقول لك شكرا لك وليش هيب هوب على الدعم اللي دايم للراب، والدعم اللي لي شخصيا دايما منك، إنسان جدا عظيم، أكبر داعم لي مؤخرا بجهاز، مرة شكرا. ويا إن شاء الله ما تكون ذي المرة الأخيرة اللي أكون موجود فيها بالبرنامج، وعقبال ما أجي إن شاء الله بعد مجرة ولا بعد أي حدث ثاني إن شاء الله. Big up. تحياتي لك بلاك بي، شكرا لك ولكلامك دائما الرائع والراقي. ترقبوا ألبوم بلاك بي الجديد إن شاء الله حينزل مجرة، وترقبوا كمان تعاونات وكولابوريشنز جدا رهيبة لبلاك بي. Big up to you. His latest is مع Queen G من الكويت، incredible rapper صراحة. حابب بس أخذ شوية 15 ثواني أتكلم عن أهمية هذا الرابر اللي يستاهل صراحة ساعة أو ساعتين. بلاك بي من الرابرز والفنانين جدا مهمين في وطننا العربي وخاصة في السعودية، أكون له أكبر احترام وأكبر حب لهذا الفنان الرائع. believe me he's an incredible artist، ونحن كلنا فخورين بشخص زي بلاك بي. يعطيك ألف عافية، و we tell you guys peace and love. إن شاء الله تكونوا انبسطوا بهذا اللقاء، تابعوا هذا الإنسان at BLVXB، انتابعونا دائما على Mix FM Radio وهاشتاج ليش هيب هوب. معكم أخوكم Big Hass، ونقول لكم signing off Black B مع Tokyo. take it away. اجي انا شي all eyes on me like a motorbike all black flow متبعك متبعك تبي جو gang gang على full attack لو attack jack jet lag no tag خذ album يكفي في تبكي في تكتفي خلطتي دي في وحي خذ anthem توقف في تنتشي mp3 تسافر في في ترتوي high vibe ولا low vibe trap highlight ولا cruise night rap